جزاكم الله خيرا. يقول إمامنا الذي نصلي معه لا يحسن القراءة ويرتكب بعض الأمور المحرمة، هل نصلي معه أو ننفرد بصلاتنا؟ جزاكم الله خيرا. إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، مثل ما لو قرأ العالمين بدل العالمين، أو قرأ أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة. أما إذا كان اللحن دون ذلك لا يحيل المعنى في الفاتحة، أو كان لحنا في غير الفاتحة مما يقرأ بعدها، فالصلاة خلفه صحيحة مع الحرص على استبدال بإمام أحسن منه أو بتعليمه القراءة الصحيحة. وأما ما يرتكب من المعاصي فالإمام قدوة، يجب عليه أن يكون قدوة صالحة وأن يتجنب المعاصي، فإذا أصر عليها فالواجب عليكم أن تسعوا في استبداله بإمام صالح.